دي نقطة. الحاجة التانية كمان عايزين نقف عندها شوية متعلقة بالموسم الجديد، وهي اللي بتخطط له رابطة الأندية المحترفة لزيادة عدد الجماهير في مباريات الموسم القادم لتصبح 10,000 مشجع لكل مباراة بدلا من 6,000 مشجع. ابتدت بالفعل في مخاطبة كل الجهات المعنية، والموضوع ده أعتقد أنه هو يهمنا كلنا، لأنه هدف رابطة الأندية اللي أعلنوا عنه على فكرة قبل كده هو حضور الجماهير للمباريات في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل بالساعة الكاملة للاستاد. واكيد احنا عارفين ان ده طبعا بيتطلب خطوات تدريجيه، تعالوا نقول، فهم ماشيين في التراك ده، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل للنتيجه المرجوه عشان نسعد زي ما بنسعد بالماتشات والفنيات والمهارات بتاعه اللعيبه. الجماهير الشطات اللي بتستعرضها الكاميرات في اي مباراه مهمه سواء للنادي الاهلي او لغيره، لا الجماهير بيفرقوا كتير، بيحلوا الشكل العام والصوره مليون في الميه. طبعا شيء كان رائع، وشفنا كمان التتويج بتاع الاهلي بالدوري طبعاً، وشفنا طبعاً المشهد كان حلو ازاي، والناس كانت فرحانه ان هي كمان تشوف اهالي اللعيبه واولادهم ان هم يكونوا متواجدين. يعني كان مشهد اعتقد اكتر من رائع، وحتى الناس اللي هي كانت بتتفرج من خلال الشاشات حست، انا ما روحتش بصراحه، بس انا حسيت فعلا ان احنا بنتفرج ومتواجدين، الروح كانت موجوده، حسينا بالسعاده اللي كانت موجوده فعلا في الملعب ومن الاهالي ومن الجماهير. فيعني مزيد ان شاء الله من اهو، يعني انا بتكلم دلوقتي والمشهد احنا مش هننسى اللقطه دي طبعا، لقطه مشهوره، غير الاطفال اللي كانوا موجودين بنسبه كبيره جدا يا كريم، واللي اهاليهم بيبقوا حريصين ان هم يبقوا متواجدين في السن الصغير ده عشان محبتهم للنادي الاهلي تتزرع من سن كمان صغير. كان مشهد اعتقد في غايه الاحترام طبعا، وكان حلو كمان احنا نشوف اهالي اللعيبه، انا زي ما كنت بقول لحضراتكم، ولادهم بالذات، كل ده برده بيرسخ، مين عارف ممكن يكون كمان كام سنه تلاقي الاولاد دول ممكن يكملوا المسيره مع النادي الاهلي، وده على فكره انا معاه جدا، قلت الكلام ده قبل كده، مفيش حاجه تعيب ابدا ان لاعب ابنه يطلع لاعب كوره كمان شاطر، انت بتبقى جيل بيسلم جيل بيسلم جيل في النادي الاهلي، ده يبقى مكسب كبير لينا. فنتمنى يكون ده حاصل على ارضيه الملعب طبعا وفي النادي الاهلي. وده المشهد برده كان حلو جدا لما كان كابتن محمود الخطيب بيهنيهم قبل تسليم طبعا الميداليات والدرع، يعني وكلنا كنا مركزين جدا، وناس كتيره كانت عماله تتساءل على بعض ان الشخصيات اللي كانت الكاميرا مركزه معاهم، وفي الاخر عرفنا مين، يعني انت فاهم قصدي طبعا. كان مشاهد حلوه جدا بصراحه. بصي اللقطات دي كمان، وامام عاشور لما برضو اللقطات بتاعته اللي كان ناس كتيره جدا حريصه يا كريم ان هي تتابع وضع امام مع اول بقى حضور ليه. بطبيعة الحال وده شيء متوقع جدا طبعا، بس أنا بكلمك على فكرة الفرحة اللي كانت موجودة يعني على وشوش اللعيبة وأهالي اللعيبة وأبناء وآباء اللعيبة اللي كانوا حاضرين وبيحتفلوا معاهم بعودة الدرع مرة تانية لمقره الدائم، المكان الطبيعي ليه، يعني دولاب البطولات في النادي الأهلي. احنا بنتكلم على بطولة عزيزة جدا وغالية جدا على كل الأهلاوية، وزي ما بنقولها دايما لكل حضراتكم، أيا كانت الانتصارات اللي أحرزها النادي الأهلي في أي موسم من المواسم، تلاقي جماهير النادي الأهلي بالنسبة لها كل الدروع والكؤوس كوم، لكن درع الدوري لا، ده وضع شديد الخصوصية. صحيح، بطولة مميزة وخاصة عند الأهلاوية أكيد طبعا.